نتابع مع حضراتكم اخبار نجومنا المحترفين في الخارج، فقره كل يوم اربع، فقره الجي بي اس. خلينا نشوف جوله طبعا مع موسم قرب على الانتهاء. هو بره طبعا الموسم بيخلص في توقيت تاني مختلف تماما عن عندنا، ما زلنا في الدايلما دي ومش عارفين هنعمل ايه. خلينا نبدا من ليفربول نجمنا محمد صلاح، اللي طبعا ما كانش موسم موفق، وتقريبا تقدر تقول انه معظم فرق نجومنا المحترفين في الخارج ما كانش موسم موفق، موسم مش الافضل يعني. صلاح شارك في فوز فريقه طبعا مباراه كانت مهمه جدا على توتنهام بنتيجه 4-3 في الدوري، شارك لمده 90 دقيقه وكان ليه نصيب في تسجيل واحد من اهداف الليفر على حساب السبيرز. محاولاته على المرمى 3، كان ليه 8 مراوغات نجح في 3 منهم، تمريراته 39 تمريره بنسبه دقه 92%، وكورتين يعني الكره الطوليه 2 بنسبه نجاح 100%، خسر الكره 15 مره، وتقييمه في المباراه دي كان 7.2 درجه. والقيمه التسويقيه لصلاح اللي كانت في بدايه الموسم 80 مليون يورو وصلت ل 70 مليون يورو. ليفربول حاليا بيحتل المركز الخامس برصيد 56 نقطه، والمباراه للفريق اللي جايه هتبقى امام فولهام. ده محمد صلاح. سام مورسي لاعب ابسوتش تاون الانجليزي. سام شارك في مباراه فريقه الاخيره اللي فاز فيها على اكس سيتي بنتيجه 6-0 في الليج 1، مده مشاركته كانت حوالي 90 دقيقه، صنع هدف من الاهداف السته لفريقه، تمريراته 71 تمريره بنسبه دقه 80%، وكراته الطوليه 9 نجح في واحده بس منهم، التحامات الارضيه 4 كسب منهم 3، وخسر الكره 17 مره، وتقييم سام في المباراه دي كان 7.2 درجه، والقيمه التسويقيه ليه مليون يورو. وابسويتش تاون بيحتل حاليا المركز الثاني في ليج 1 برصيد 97 نقطه، وبالفعل صعد للدوري الانجليزي في الدرجه الاولى اللي هي الشامبيونشيب. فرنسا، نونت الفرنسي مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر. مصطفى محمد شارك في المباراة الأخيرة اللي خسر فيها نونت أمام تولوز بنتيجة 5-1، والمباراة دي كانت في نهائي كأس فرنسا، مدة مشاركة مصطفى كانت 90 دقيقة، وكان ليه محاولة وحيدة على المرمى، تمريرات 11 بنسبة نجاح 55%، ولمس الكرة 24 مرة، والتحامات هوائية 3 نجح فيهم بنسبة 100%، تقييمه في المباراة 6.4 درجة، والقيمة التسويقية لمصطفى وصلت ل 6 مليون يورو. والمباراة المقبلة لفريق نونت هتكون أمام بريست في الدوري الفرنسي ليج أون. تركيا، والبداية مع تريزيجيه لاعب ترابزون سبور طبعا التركي، واللي شارك في المباراة الأخيرة وللأسف اتهزم فيها ترابزون سبور أمام فريق كونيا سبور بنتيجة 1-0 أعتقد كانت، أو 2-1، مدة المشاركة كانت لمدة 80 دقيقة. محمود حسن تريجي كان صاحب بصمة مهمة في المباراة، صنع هدف فريقه ولمس الكرة 53 مرة، تمريراته 29 تمريرة بنسبة نجاح أو دقة 93%، صناعة فرص مؤكدة مرة واحدة، وخسر الكرة 9 مرات، وتقييمه في المباراة 7 درجات، والقيمة التسويقية لتريزيجيه وصلت ل 10.5 مليون يورو. وترابزون سبور بيحتل حاليا المركز الثامن برصيد 45 نقطة، وهو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري التركي، والمباراة المقبلة للفريق هتبقى أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي. أحمد حسن كوكا المحترف المصري في الدوري التركي وتحديدا في فريق كونيا سبور، ألانيا سبور أنا آسف. كوكا شارك في فوز فريقه في مباراته الأخيرة على عمراني سبور بنتيجة 1-0، ومدة المشاركة كانت 79 دقيقة، وأحرز هدف المباراة الوحيد والهدف اللي مكن فرقته من الفوز بالثلاث نقاط، لمس الكرة 26 مرة، التمريرات 17 بنسبة دقة 65%، التمريرات الطولية 3 بنسبة دقة 100%، والتحاماته الهوائية 9 نجح في 4 منها، تقييمه في المباراة 7.3 درجة، والقيمة التسويقية لأحمد حسن كوكا بتصل ل 3 مليون يورو. ألانيا سبور حاليا بيحتل المركز العاشر برصيد 38 نقطة، والمباراة المقبلة أمام أدانا سبور. من تركيا هنروح
للسعودية. طبعا نجومنا المحترفين في السعودية طارق حامد وأحمد حجازي في اتحاد جد. البداية مع طارق حامد، واخدين بالكم ان رونالدو ما عملش حاجة؟ على كل الأحوال، لكن الحقيقة هو أضاف، خلينا نتفق انه أضاف للدوري السعودي، لكن مش بحجم إضافة طارق حامد وأحمد حجازي مع الاتحاد الحقيقة العميد. طارق شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي فاز فيها على الشباب في الدوري، ومدة مشاركته كانت 90 دقيقة، تمريراته 35 بنسبة دقة 77%، والتمريرات المفتاحية تمريرة وحيدة، التحامات الأرضية 6 نجح في 4 منهم، وارتكاب الأخطاء 2، وتقييمه في المباراة 6.9 درجة، والقيمة التسويقية لطارق بتصل ل 600,000 يورو. حجازي قائد منتخب مصر وقائد اتحاد جدة. أحمد حجازي شارك في المباراة الأخيرة لمدة 90 دقيقة وأفسد مباراة الشباب طبعا، ونجح في إفساد 5 هجمات للمنافس، وتسبب في ضربة جزاء أيضا للمنافس. تمريراته في المباراة 29 تمريرة بنسبة دقة 76%، التمريرات الطولية 9 بنسبة نجاح 33% تقريبا، أو 3 تمريرات تحديدا، والتقييم 6.4 درجة، والقيمة التسويقية لحجازي تصل ل 2.5 مليون يورو. واتحاد جدة حاليا بيحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، والمباراة المقبلة للفريق هتكون أمام التعاون في الدوري. طبعا إمام عاشور نتمنى له ألف سلامة. الموسم بالنسبة له زي ما أعلن المسؤولين في ميتلاند الدنماركي إنه الموسم بالنسبة له شبه انتهى، ومفترض إن هو يجي مصر هنا يتابع أو يتحط له البرنامج العلاجي لإصابته التي لم يوضح المسؤولين في فريق ميتلاند طبعة.